صباح الخير للجميع، النهار مبارك اليوم يا رب. كل يوم امبارح استمتعت كثير اني شفتكم وكنا بينكم، وان شاء الله اليوم اذا الطقس هيك مشيتا رح نكمل، بس ان شاء الله هي مشيتا نكمل نخلص بيت لحد اليوم، وبحاول اوصل الناس اللي امبارح كتبوا لي ما وصلناهمش او مقطع البث ما قدروش يكونوا معنا. بدنا نكمل اليوم بكتابنا المقدس اللي هو غنى لكم ولي قبلكم، يعني انا معكم بكتشف اشياء جديده ومعكم عم بتعلم كمان زيكم. فخلينا نصلي نقرا الكتاب ونفوت في الموضوع اليوم. بسم الله الرب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ايها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والملي الكل، كنز الصالحات ووهب الحياه، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل داس، وخلص ايها الصالح نفوسنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم اجمع. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم اجمع. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم اجمع. نقرا الانجيل اليوم بعد ما زلنا بانجيل يوحنا. إنجيل القديس يوحنا إصحاح 8 بعدنا. في ذلك الزمان قال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إن ثبتتم في كلامي كنتم حقا تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه: نحن ذرية إبراهيم، لم نكن يوما عبيدا لأحد، فكيف تقول ستصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، كل من يرتكب الخطيئة يكون عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت دائما أبدا، بل الإبن يقيم فيه للأبد. فإذا حرركم الإبن كنتم أحرارا حقا. أنا أعلم أنكم ذرية إبراهيم ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا يجد إليكم سبيلا. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم. أجابوه: إن أبانا هو إبراهيم. فقال لهم يسوع: إذا كنتم أبناء إبراهيم عملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي. أنا الذي قال لكم الحق الذي سمعه من الله، وذلك عمل لم يعمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم. قالوا له: نحن لم نولد لزنا، وأن لنا أب واحد هو الله. فقال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني من الله خرجت وأتيت، وما أتيت من نفسي، بل هو الذي أرسلني. كلام الرب. أوكي، إحنا هون عم نشوف شيء جدا مهم. أول شيء بدنا نشوف إنه إحنا كملنا بيوحنا. القديس يوحنا زي ما قلنا عنه بزمان إنه هو النسر اللي بيحلق، يعني واصل للروحانية العالية جدا جدا وبيحلق. ويا جماعة قبل المفروض بالحديث بدي أقول أنبه لنغل شغلة كثير مهمة وعم تتكرر، بتكون لاذعة على الفيسبوك وبتكون لاذعة على شغلات معينة. إحنا منكرمش القديسين لأنهم أحسن من ربنا، لا. هون في الكتاب بيقول أبناء إبراهيم، إحنا أبناء إبراهيم. رح نشوف ليش بيقولوا أبناء إبراهيم وكيفين إنهم أبناء إبراهيم. ربنا متواضع والقديسين متواضعين. أحياناً ربنا بيخلينا إحنا نبرز بالموضوع وهو بيختفي، وناخذ إحنا المجد في عملنا أو في شغلات وربنا بيختفي ورانا. ربنا لما بكرم قديس أو بكرم إنسان تبعه وتعب معه، تعرف شو قديش القديسين تعبوا مع ربنا، قديش تحملوا من الناس، من الشيطان عذابات، لأن ربنا بيحبنا، ربنا بيحبه، بيعطيهم الكرامة هاي، وبصيروا أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
تخيلوا زمان كان يقول لما يحكي يقول لك احنا ابناء ابراهيم واسحاق ويعقوب، واحنا اليوم بنكرم هالقديسين هذول، نمشي معهم نتشفع فيهم. طبعا امنا العذراء تاج راسنا، احنا نكرمهم ما بنعبدهم، واحنا نمشي معهم. ممكن لما نوصل لروحانيه عاليه جدا زي القديس يوحنا وزي هالناس روحانيتهم عاليه، يكون اتحادنا بربنا وماشيين مع القديسين على نفس المستوى وطالعين معهم، بصيروا اصدقائنا. بس هلا احنا قبل ما نوصل للمرحله محتاجين، احنا لسه بنمشي رايحين على المدرسه بايد امنا وايد ابونا، محتاجين لناس تقودنا. فحاولوا يفهموا وحاولوا يعرفوا انه احنا ماشيين بالاسلوب هذا. انا بعرف انه في ناس كثير كثير بتبعد وبتهرطق في موضوع القديسين، انا عارف الحكي هذا، بس بدل ما نهاجم زياده خلينا نصلي للناس، خلينا نصلي ربنا يفتح عينيهم لانهم هم محتاجين، وعشان محتاجين بتثبتوا في شيء يساعدهم. خلينا نصلي لربنا يفتح عينيهم علشان يتثبتوا بربنا. شوي 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 نوصل. انا ما كنتش هيك، شوي شوي وصلت، وانا عندي كومة قديسين قد الدنيا، وعندي زخارف قديسين يمكن فوق 700 800 زخيرة قديس، وبحبهم. يعني انا تركت عيلتي الارضيه والتصقت بعيلتي السماويه، هي عيلتنا. بس عبين ما نوصل للدرجات العليا احنا محتاجين لعيلتنا دائما توقف معنا، وكمان مره احنا بنكرمهم مش نعبدهم. اوكي خلينا نفوت هلا بالانجيل. احنا اذا مشينا مع يوحنا بهالاسبوعين، الاناجيل انا بالنسبه لي ثقيله، لانه دائما في نقاش ما بين ربنا يسوع وما بين اليهود الفريسيين الكتبه وكل حكي، تعال هون روح هون، تعال هون روح هون، انا ابن الله انتم بتامنوا فيي، انت مين انت، مش عارف ايش كل هاللخه اللي احنا داخلين فيها. بس الحلو في الموضوع اللي اكتشفته انا جديد، انه يسوع دائما بيستند على العهد القديم. كل مره بيكون في نقاش بيرجعهم للعهد القديم. امبارح رجعنا للحي، اليوم رجعنا لابونا ابراهيم. الناس هذول هم بيحكوا معه، هم مستندين على ابوهم ابراهيم، بيقولوا احنا اولاد ابراهيم، احنا مش اولاد زنا، احنا اولاد الله، احنا ابونا ابراهيم وجايين من نسل ابراهيم، احنا احرار لانه احنا اولاد ابراهيم مش عبيد. خلينا نشوف ليش الجماعه هذول نافخين صدورهم هالقد ومتكلين على ابوهم ابراهيم، ويقول لك هذا ابو ابراهيم. وطبعا بحق لهم، لان ابراهيم ابراهيم ابو الانبياء كلهم، ابو كل الاديان والطوائف الموجوده حاليا. خلينا نفوت لابراهيم ونشوف ابراهيم هذا خليل الله. خليل الله تعرف يعني خليل؟ يعني اللي بتونس معه، اللي بيحكي معه، صديقه، خليلي، يعني توأم روحي، زي ما بنقول هلا احنا مع الناس التوينز ولا الكابل والمش عارف ايش هذول قريبين على بعض. خليل الله مش خليل حدا ثاني، خليل الله. فاستحق يكون ابن الاباء. ولما نبدا نقول ابراهيم واسحاق ويعقوب، فنسله اخذ كل هالهاي. واللي بدي اوصله معكم من ابراهيم لنعرف شو هي الارض الموهوده اللي ربنا بعت ابراهيم من محل وخلاه يروح لمحل ثاني. امشوا معي عشان نوصل لارض الموعد. ارض الميعاد. عشان نقدر نفهم شو اللي صار، خلينا نرجع للتكوين. سجلوا عندكم تكوين 12 من 1 ل 5. تكوين، عشان تعرفوا انه يسوع عم بيرجع معهم كل مره بحطهم قدام الكتبهم، قدام الكتب اللي هم بيناقشوا فيه. تكوين 12 1 ل 5. تكوين 12 1 ل 5. اوكي. استمتعوا معي بالكلمة اللي اقراها هلا، علشان كل واحد فينا يقول في سره يا ريتني ابراهيم، يا ريتني. شوفوا يا سيدي، اسمع سفر التكوين شو بقول. وقال الرب لابراهام
اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك. خلينا نحددهم. أرضك عشيرتك وبيت أبيك. لوين؟ للأرض التي أريك، أرض الميعاد. يعني أنا إبراهيم بيطلع من هون، أرضك عشيرتك بيت أبيك، علشان يوصل لأرض الميعاد. خليكم معي، شوفوا عبد ربنا ما أجمله، ما أجمل أرض الله. فأجعلك أمة عظيمة وأباركك. أول شيء أجعلك أمة عظيمة، ثاني شيء أباركك وعظم اسمك. يا جماعة يلي بنحكي على القديسين والعظمة، وتكون باركة، وأبارك مباركيك، ولاعنك العنب. يعني اوعوا تطبوا في حد لربنا، من مسكم يمس حدقة عيني. وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. أعيدها كمان مرة لأنها متعة، متعة. الكلام هذا يا جماعة متعة للإنسان اللي عارف ربنا وقريب على ربنا وبينه شوية علاقة، مش خليل بس هالقد بينه وبين ربنا. كمان مرة اسمع، عشان انتوا تتمنوا من جوا توصلوا لهون، عشان تعرفوا شو احنا مضايقين علينا أشياء مع ربنا. كمان مرة قال له فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك. يعني مش بس أنت مباركيك، يعني يقولوا عنك منيح أنا بباركهم، واللي بلعنك أنا بلعنه. وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. يعني بارك لما حطينا القديسة مريم بالسيارة مع توبة العذراء، لأنه هي كانت خليلة الله، باركها وبيبارك كل اللي بباركها. ما بعرف كيف طلعت اليوم بس هي أجت. شو سوى إبراهيم؟ ذهب أبرام كما قال له الرهب، وذهب معه لوط ابن أخوه. وكان أبرام ابن 75 سنة، يعني كانش صغير 10-20 سنة وشاب يطلع، لا 75 سنة بدهم يقعدوا يرتاحوا، مش بدهم يطلعوا يبلشوا أرض جديدة وبلد جديدة وحياة جديدة ويحمل كل الدنيا هاي ويطلع. ولا لما خرج من حران فأخذ أبرام سراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهم التي اقتنياه والنفوس التي امتلكاه في حران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان. صدقوني أنا بدي أظل بس أقرأ في هالفقرة اليوم قد ما هي هيك من جوا بتخلي الواحد فرحان وبتلهب القلب وبتشعر. خلنا نشوف. تعال يا إبراهيم. إبراهيم كان قاعد على هالبحر في العراق نجلة، حكى معه ربنا قال له يا إبراهيم أنت بتدور علي، بتدور على حالك ومش عاجبك كل هالآلهة الموجودة في أرضك. وزي ما بنلاحظ إنه من بعد نوح نقرأ شوي وصلوا لبرج بابل، برج بابل بلبلهم ربنا لأنهم بلشوا يعملوا برج ويطلعوا على السماء، انقطعت تقريبا العلاقة ما بين الناس وربنا لغاية ما جاء إبراهيم. طيب يا إبراهيم بما إنه أنت بتدور علي، بما إنه في سؤال جواك عمال بيسأل بدك تعرفني، أنا بقول شو بدك تعمل. بدك أول إشي تترك أرضك وتترك عشيرتك وبيت أبيك. طيب يا رب أنا إذا بدي أترك أرضي، يعني أنا تارك بيتي وعشيرتي وكل حكي، شو إحنا بتشدد علي عمالي أترك الأرض وأترك العشيرة وأترك البيت؟ طب الأرض لما بتركها بتترك كل شيء. لا 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 لا، في فرق. في ناس بتترك الأرض وبعدها معلقة بعشيرتها، معلقة بأهل بيتها. أنا بدي إياك تترك التعلق بأي شيء وتوصلني بيور، نظيف، نقي، مش فيك ولا شيء إلا أنا. الأرض هي الممتلكات، هي كل شيء تملكه أيماننا وإيدينا حوالينا. خلينا نفوتها للناحية الروحية. لما إبراهيم بيترك أرضه يعني بيترك كل شيء مادي، كل شيء حواليه بمثل بصلة لإله، أرض، عادات، تقاليد، أشياء إحنا بنعيشها في بلدنا في أرضنا. في يعني
احيانا نضحك على ناس او مثلا بشعوب بهيك من نستغرب انهم لما بيكونوا بالصلاه بصيروا زقفوا. طب هاي ارضهم وعشيرتهم هيك بتعمل، فهم ما بيعملوا شيء غلط، هم هيك بتصرفوا من حالهم، هيك طبيعتهم وبشريتهم. زي ما بيمثلوا العذراء سمراء، واحنا بنعرف ان العذراء شعرها وعينيها زرق وعلى حنطيه والحكي هذا لانها بنت بلادنا. هون ابراهيم اول شيء عمله شو؟ قصص كل شيء بيتعلقه بجذوره بارضه، عاداته، تقاليده، كل شيء تربى عليه من الصغر. شو قال له بعدين؟ قال له بعد ما تخلص الحكي هذا بتترك عشيرتك. شو العشيره؟ العشيره هي العزوه. لما انا بصير معي مشكله في بيت لحم بطق تلفون لحدا في هالمناطق، والله فلان تعال معي كذا كذا، فهي كل العشيره طلعت له، كل العزوه طلعت، وقتلوا معه وتقاتلوا ووقفوا جنبه، وصار له شغله بتيجي من العالم عطوي على فلان وفلان، بروح بلم العشيره كلها. مش عشيره غيرك يا رب، هاي العشيره بتتركها، بتترك كل شيء عشان تعرف انه لو بدك تسند على حدا تسند علي انا. تتعرض لاي شيء انا الموجود، بصير عندك اي مشكله انا حاميك، انا واقف معك، انا سندك. العشيره كمان الاشياء اللي احنا متعلقين فيها من الداخل، عادات احنا جوانا، مش عاداتنا وتقاليدنا الخارجيه، عاداتنا احنا اللي جوا. في اشياء كثير انا متعوده عليها اعملها، في اشياء كثير انا متعلقه فيها اعملها، هون كت انتهى. بدك تغير حتى عاداتك الداخليه واغراضك الداخليه والاشياء اللي انت داخليا متعود عليها، مش بس خارجيا، لا وداخليا انت نفسك متعود عليها. نيجي لبيتك. بيت ابيك كل شيء داخل جوه نفسك. شوف لو دخل يعني خلصنا من الارض الخارجيه، جينا على الاشياء الجسديه والروحيه والاشياء الهاي، دخلنا بعمق النفس. كل شيء انت متعود عليه، كل شيء انت بينك وبين بينه هالقد فيه ارتباط كشهوات كملذات كخطايا كارتباطات سيئه، ستوب انتهينا، بدك تطلع منها، بدك تطلع كليا، سيبها كليا. هون بنيجي لوقفه كثير شوي هيك قاسيه او وقفه صريحه. الجدع فينا اللي بروح بجيب ورقه وبقسمها ثلاث اقسام، الف باء تاء. شو انا؟ شيء تعلق عندي بارضي، الارض مرمز لها بالالف. شو عندي تعلق بعشيرتي؟ العشيره مرمز لها باء. وشو عندي تعلق ببيت ابي؟ مرمز له جيم. الف اللي بنقول عنها التعلق الجسدي بالحولنا بالمملات وبالممتلكات وبالارض والاشياء اللي عندنا، خلينا نقول ملك. قلنا على العشيرة الأشياء والعادات والتقاليد والعزوة تبعتنا، هاي اللي إحنا من اعتمادنا على الآخر، ملعون كل من اعتمد على ذراع بشر. خلينا نقول تعلقنا بالآخر. بيت أبيك تعلق بنفسي، الشاطر فينا والجدع اليوم يقعد مع حاله يحط هالورقة ويشوف أنا شو اللي مخليني أبعد عن النور وعن ربنا وأعيش في الظلام؟ شو اللي متعلقة فيه أنا لهالدرجة اللي مخليني بعيدة عن الأشياء هاي؟ برجع كمان مرة، نرجع للخزانة، نرجع للغيبة، نرجع لكل شيء حكيناه علشان نرتبه، عشان ندخل في عمق العمق، علشان نقدر نوصل لإيش الأشياء اللي تحررنا ونصير أحرار، نصير فعلا أبناء إبراهيم ونصير احرار، لانه احنا ابناء الله، لان المسيح اجى حررنا ونظفنا. امبارح حمل عنا كل خطايانا زي ما حكينا، لما حمل عنا كل خطايانا احنا صرنا ابناء احرار مش ابناء عبيد. لما طلعهم من مصر ووصلهم لارض الميعاد وطلعهم من العبوديه للاحرار، كل الطريق هاي اخذها وقت علشان يقدروا يفضوا
الخم اللي جواهم عشان يطلعوا من كل هالاهواء الموجوده جواهم ويا ريت تزبط. مش كلهم، وكثير منهم مات في الطريق. فترة الصيام اللي نعيشها 40 يوم بالصحراء، هاي كمان العشاء يسوع بالصحراء بعاشها بمرافقة الروح القدس، هي احنا اختبار عشان احنا ندخل بعمق نفسنا ونفتش وين التعلق الاكثر هالقد فيه انا ومش قادر اني اتركه، واللي بتعلق بإشي هالإشي بخنقه، بصير حبل حواليه وبخنقه. اللي بتعلق بشخص، بتعلق بعادة، بتعلق بإشي، بعرف انه صعب انه احنا نتخلى عن الشيء هذا. بده جهاد، بده قوه، بس كل ما وجهنا محبتنا وعيوننا لربنا زي ما حكينا امبارح، في شيء بخلينا نتعلق بحد او بشيء. وهذا اللي ربنا بده اياه، هي نطلع من ارضنا وعشيرتنا وبيت ابينا. مش بدل هذا على انه ما نحبهمش، بالعكس هذا بدل على انه نخدمهم اكثر ونخدمهم بعمق، ونخدمهم لانه بنخدم يسوع اللي فيهم، نخدم المسيح اللي فيهم، نخدم يسوع المتألم في المريض، يسوع المتألم والموجوع والمكسور في شخص مديون ومش قادر يطلع من دينه، يسوع المتألم والموجوع والمعتاز حاليا في أسر مش قادر تطلع من هالحظر اللي احنا موجودين فيه ومش عارفين نجيب لأهل أولادهم أكل أو من نجيب الدواء أو من يسوع اللي عايش فينا. فإحنا لما بنخدم الناس هاي ما بنخدمها لشخصها، نخدمها لأنه ربنا روح الله يسوع عايش في الناس هذه. فلما انا بدي اجي اخدم فلان، معناه انا بخدم يسوع اللي فيه، بخدم ربنا اللي فيه. في مره اب رهبان كان عنده دير، في الرهبان مش كلها لقد مع بعض، كانوا دائما في مقاتلات. فاجا ملاك عليه وقال له، قل للرهبان انه في يسوع بده يجي يقعد عندكم فترة في الدير، وراح يكون مخفي في هيئة راهب من هالرهبان. الخوارج انبسطوا، يسوع بيجي يقعد معنا الرهبان، يسوع بيجي يقعد معنا. صار كل واحد يخدم أخوه الثاني بدون ما يعني بلكي هذا بلكي هذا بلكي هذا، صاروا كلهم يخدموا بعض لأنه بيفكروا إنه يسوع موجود في فلان أو حالل في فلان في الفترة هاي، بس يسوع حالل فينا كلنا دائما في كل الفترات. لما بنخدم احنا عن جد بنخدم يسوع الموجود. زي ما قلت لكم، الانا والحي اللي جوا هاي، لما بنعمل اي عمل من الاعمال هاي بنقول المحبه اللي عملت مش انا، لانه المحبه هي اللي اعطتني القدره اني اعمل. فلما انا بطلع زي ابراهيم من ارضي وعشيرتي وبيت ابوي، انا بستحق افوت على ارض الميعاد. يسوع لما كان يحاججهم هون كان يقول لهم، انتم بتعرف تعملوش اعمال، حتى تعملوش اعمال ابراهيم، بتقولوا انكم اولاد ابراهيم بس تعملوش اعمال ابراهيم. ابراهيم شو عمله الوحيد اللي عمله مع كل الاعمال الكبيره؟ عمله اللي عمله انه امن بكلمه ربنا فحسب له ذلك برا. اول المؤمنين كان لهالدرجه ابراهيم، حتى انه حصل على انه يكون خليل الله. واخر اخر الدردشه راح اعطيكم كمان شوي من حياه ابراهيم تستمتعوا فيها وتشوفوا شو يعني خليل، تكون خليل الله، تكون خليل ربنا. فابراهيم لما طلع من ارضه وعشيرته وبيت ابوه ترك كل شيء. ليش؟ لانه صدق وامن. دلوقتي يا جماعه امن، حتى انه كان ما عندوش اولاد، يعني طلع مع مرته 75 سنه فش عنده اولاد، يعني حتى الممتلكات اللي اخذهم عشان يعيش فيهم هدول ما فيش شيء بده يحط روح فيهم، لانه ما فيش حدا يورثه، فيش وريث. الله قال له بدي اعطيك، امن. قال له اعطيني ابنك، اذبحه، خذوا محرقه واذبحوا. امن، اخذوا ذبحوا، لانه عارف انه ربنا ولا يمكن يرجع بكلمته. ما تزعزعش زي ما تزعزع حواء امبارح، اخذ هالولد ربط هالحبط، حط اخذ الحمار، اخذ الولد وطلع وربطه. اللحظه اللي بده يذبح الولد جاء ربنا وقفه، قال له في كبش ورا. ليش؟ لانه عينيه كانت على ربنا، كان مآمن بكل كلمه قال له اياها الله.
ما شكش فيه ولا لحظة، برغم كل الظروف اللي كانت صعبة عايشها، وكان يقاوم لحاله لحاله في إيمانه. إذا أنه ظل آمن وقدم ابنه ذبيحة، عملنا فيها ذبيحة، هاي كانت برضه صورة رمزية للمسيح. المهم هلا طلع من أرضه إبراهيم ومن عشيرته ومن بيت أبوه، طلع لوين؟ لأرض الميعاد. ما هي أرض الميعاد؟ شوف يا حبايبي، احنا عايشين بالأرض هاي لليش؟ ربنا خلقنا عشان نعيش معنا المحبة، وكل اللي بنسعى له في حياتنا انه نوصل لوين؟ لما تفوت الله للسماء. لا احنا شو بنقول عنها السماء؟ هذيك بنقول عنها الجنة، هذيك بنقول عنها السماء، شيء السماء. السماء بنقول عنها الجنة، بنقول ملكوت الله، بنقول أورشليم. الجهاد اللي نجهد واللي نتعب فيه واللي منروح ومنيجي ونعمل ونعيش حياتنا، نحاول انه نكون هالقد على قد الحياة، انه نكون كويسين عشان نوصل لما نموت ونعبر، نوصل لهون، نوصل للجنة، للسماء، للجنة، لملكوت الله، لأورشليم، لكل الاشي الحلو اللي ربنا عاملنا اياه من زمان، جنة عدن، كل حكي هذا اللي هو ايش؟ اللي هو أرض الميعاد. عشان نفهم إنه ربنا كل اللي حكى بالكتاب المقدس، طلع العبرانيين وداهم لمصر، سوري من مصر طلعهم لعنا له لفلسطين عشان يورثوا أرض الميعاد. إبراهيم نفس الشيء طلعوا من بلده عشان يوصل للأرض هاي ورثها. وإيش خلاهم يمروا؟ خلاهم يمروا بكثير عذابات. رحل كل ما رحلنا يا جماعة، التقل اللي إحنا حاملينه والأشياء اللي حاملينه بنكبها بالطريق، لأنه متعب من المشوار، فبدناش إشي أي حمل طويل، بدنا نكون خفيفين، بنحط هالحقيبة على ظهرنا، قنينة مي، سندويش صغير، نطلع في هالهاي عشان نضل إخفاف. هيك ربنا عمل مع المقدمين، الآباء الأولين. خلاهم يمشي كل هالمشي هذا عشان شوي شوي روحهم تتنقى، ويخلوا ويتركوا كل شيء، كل شيء ملموس مادي جسدي، كل شيء تعلق بيرموه على الارض لغايه ما يوصلوا بالروح لملكوت السماء، لارض الميعاد. وهذا اللي جاي يسوع يكمله، جاي يسوع يخلصنا يحملينها على ظهرنا عشان ياخذنا معه في بنوة للآب، أبناء الله، أحرار من العبودية، ونفوت معه على أورشليم الجديدة، نفوت معه على ملكوت الله، نفوت معه على الجنة، نفوت معه على السماء، نتمتع بشركة القديسين، ونتمتع مع أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب واللي أجى بعده كله لغاية وقتنا هذا. حاول اليوم تاخذوا هالصفحة هاي، تحاولوا تشوفوا الإشي اللي انتوا هالقد متعلقين فيه، وتقولوا شو أنا بقدر، هالخطية هاي اللي أنا بعملها دايما، شو بقدر أعمل علشان أخفف منها شوي شوي وأسيب خليل الله. لما أنا بدي أعمل أتغير، أنا بصير شوي شوي أحكي مع ربنا، لما بصير شوي شوي أحكي مع ربنا، بصير شوي شوي انا وياه بيننا كونكشن، بيننا علاقه حديث، بصير اسمعه مش بس احكي، اسمعه، بعرف انه بيسمعني بس انا بصير اسمعه، بصير احكي، انا دائما بحكي وبعرف انه بيسمعني بس انا مش عم بسمعه، بصير اسمعه. ورح نشوف اخر الدردشه شو الايه اللي انا مختار لكم اياها. بصير الحديث اللي بيني وبينه شوي شوي
بتتعمق علاقتي معه اكثر شوي شوي، بصير صحاب احنا وياه شوي شوي، بنصير احنا وياه في وحده، بنصير خليل الله، بنصير اصحاب الله. فحاول اليوم تعمل الورقه هاي، وزي ما قلت لكم مش معنى اني انا اتخلى عن العاده هاي او الشخص هذا اني انا اصير ضده، لا، انا بصير اخدمه باسم يسوع اللي يسوع وشخص يسوع اللي فيه، فبصير حبي له اعمق انظف اطهر اوعى اعلى. ليش؟ لاني بشوف يسوع اللي فيه، بشوف يسوع اللي فيه. علشان هيك حاولوا تطلعوا قد ما تقدروا وتكتبوا الورقة هاي. في حد عم يتصل أظني، شوفوا الصوت ضل مشغل. هلا نحاول قدر الإمكان إنه نحط أرض الميعاد قدامنا اللي هي ملكوت الله، لأنه ملكوت الله داخلكم، عشان نروح على الجنة والسماء وعلى أورشليم. نبدأ ملكوت الله اللي جوانا، علاقتنا معه كما في السماء كذلك على الأرض. نغربل حالنا شوي، نحط هالورقة ونشتغل فيها شوي 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 معه، نتخطى كل الحدود هاي. خلينا نقرأ شو اختار لنا الروح القدس اليوم نخلص فيه هالدردشة. برضو نروح على سفر التكوين، على سفر التكوين أنا مجنني. سفر التكوين بنروح على 18، احنا قرأنا 12، هلا سفر التكوين 18 من 17 ل 19. خليكم واقفين معي وتأملوا. قال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية وتتبارك به جميع أمم الأرض، لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا، لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. هون إذا من نتذكر إنه كان بهذا بإصحاح 18 أجوا ثلاث ملائكة وقعدوا مع إبراهيم غسلينهم رجليهم، اكلوا واعطوه بشرة انه راح يكون عنده ولد. طبعا طلعوا من عنده الثلاث، اثنين راحوا عشان سدوم وعمورة محل ما كان لوط عشان يفنوها. يا ربنا وقف مع ابراهيم على الجبل يطلع على المدينة اللي بدهم يفنوها. تخيلوا شو يا ربنا، معقول اعمل العمل هذا ما اقولش لابراهيم خليلي؟ تخيلوا يا جماعة عظمة القديسين، قديش ربنا بيحكي معهم وبيكلمهم، لأنهم أعطوا حياتهم، لأنهم تعذبوا لأجل اسمه لأجل كلمته. معقول أنا أعمل حكي هذا بدون ما أقول لخليلي إبراهيم، وأنا عارف إن إبراهيم راح يكون أمة كبيرة وراح أولاده وبيته يتباركوا معه لأنهم راح يحفظوا وصاياي؟ شو بدنا أكثر من هيك؟ علاقة مع ربنا، شو بدنا أكثر من هيك؟ علاقتنا بالمحبة. معقول أنا أخبي عن إبراهيم؟ لا مش معقول. إبراهيم خليلي، إبراهيم أهم فيي، إبراهيم بحبني زي ما أنا بحبه. عشان هيك من هون بنقدر نعرف إنه ربنا مش مجرد إله بيعاقب، أو إله قد غاضب، أو إله بس بده إياه تسمعوا كلمته يحب يا 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 وضعكم صعب، يا ريت نسمع كلمته، هو اللي عم يسمع كلمتنا. لا، ربنا محب، ربنا كله حب، ربنا عاشق ومعشوق. إذا طلعنا من الكلمة من الناحية هاي كل حياتنا ما بتتغير، كل حياتنا احنا بتتغير. نبطل واقفين بس على الكلمة، بصير انه في علاقة، في ود بيننا وبينه، في علاقة زي ابراهيم، بصير خليلين لله، بصير هالقد ربنا عم بيحكي معنا وبنحكي معه. بصير يقول لنا، بصير نقرأ بكتابه زي ما بابا زي ما بادري بيو كان يقول، كنت بقرأ في كتابه. لما كانوا يقولوا شو عرفوا كلهم هو ربنا يسوع خليني اقرا كتابه. وهذا الحكي مش غلط ولا ومش خطيه. وهذا الشيء بدنا نشوفه مع ابراهيم.
لأنه وقف على رأس الجبل هو وياه، تخيلوا واقفين بيحكوا مع بعض اثنين أصحاب. صار إبراهيم يتشفر، طب لو لقيت 50، لو لقيت 45، لو لقيت 40، وربنا سامحنا. إبراهيم ماشي شوي شوي، يعني مش 50 و30، لا 50 45 40 35 30. قال له لو بلاقي 5 و10 أنا عشانك برحم عليك، وما لقاش. خلينا نفوت بالعلاقة هاي مع ربنا، نفوت بعلاقة المحبة. احكوا، الصلاة هي حديث مع ربنا. احكوا، انت بتجري احكي، انت بتشتغل احكي، وانت بتعمل عملك او ميكانيكي شو ما كنت احكي، وانت احكي. خلوه شريك معكم بحياتكم، ساعتها رح تشوفوا كيف بيحملكم على اجنحة النسور بطيركم. ان شاء الله رب نوصل ل شوي او اكثر من مع ابراهيم، مع ربنا زي ابراهيم كان معه، ومن دوه حلاوه عشره ربنا قديش حلوه، قديش قد ربنا عن جد. بس مش اكثر ولا اقل، حب اوعوا تموتوا بدون ما تختبروا هالحب. شيلوا الخوف، شوفوا الحب كيف بتفجر لحاله. خلينا نقرا المزمور تبع اليوم. مزمورنا من سفر دانيال. مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا، وحميد ورفيع إلى الدهور. مبارك اسم مجدك القدوس ورفيع إلى الدهور. مبارك أنت في هيكل مجدك القدوس ومسبح وممجد إلى الدهور. أنت في عرش ملكك ومسبح ورفيع إلى الدهور. مبارك أنت أيها الناظر الأعماق الجالس على الكروبيم ومسبح ورفيع إلى الدهور. مبارك أنت في جلد السماء ومسبح وممجد إلى الدهور. هاي التسبيحة بتذكرنا بالثلاث فتية اللي كانوا في وسط أتون النار، يسوع مش حماهم، أجاهم ذاته، وقف بينهم الله، ملك الله وقف بينهم وحماهم من النار، وقعدوا يمجدوا ويسبحوا. عشان تعرفوا إنه إحنا في عمق تجربة ما بنكون لحالنا، بيكون الله بيننا ومعنا، بيكون روح القدس حامينا من كل شر. ربنا يحميكم من كل شر، إن شاء الله يا رب هيك.